بعد معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة، يواصل الجيش السوري تقدمه الميداني بريف حما الشمالي، ما يجعله على مشارف مدينة خان شيخون. يأتي هذا فيما قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم. غادرت الدفعة السادسة من مسلح حي الواعر بمدينة حمص إلى مدينة جرابس أقصى الشمال السوري بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية، وتأتي الدفعة السادسة استكمالا لاتفاق التسوية مع الحكومة السورية القاضي بإفراغ حي الواعر آخر معاق المسلحين بحمص من المسلحين تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم. سياسيا، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن بروكسل وموسكو مهتمتان في وضع حد للحرب في سوريا ودعم مستقبل سلمي وديمقراطي في سوريا، فيما أكدت موغريني أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم، مضيفة أنه لا يمكن إحلال السلام في هذا البلد قبل أن تتم تسوية كافة المتطلبات الشرعية لجميع أطراف المجتمع السوري. تصريحات موغريني تتزامن مع زيارة تقوم بها اليوم إلى موسكو لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويأتي في مقدمتها الوضع في سوريا.